ليه بتعلم الاتيكيت او ليه بتعلم فن التعامل او المعاشره مع الناس. هنتكلم عن موضوع الاقتصاد، هنتناوله بشكل جديد الموسم ده، يعني نعمل كده فرايتي في الكتب ويبقى فيه اختلاف وتشكيله كده، يبقى فيها من كذا مجال. هو كتاب يعني قصصي بيتكلم على لسان الطير والحيوان. ده بيدي للكاتب وللمنظور اللي هي وصلته مصداقيه اعلى. واحدة تجيب هدية لخطيبها أو لجوزها علشان هي عايز تطلب طلب بعدها. نشأة علم المنطق أصلاً هو الحادثة ديت. فجي بيتكلم على فكرة الاستدلال الدائري. يعني إيه استدلال دائري؟ إن أنا لما عندي رأي أخد أنا برأي ده، ما بضلش أقوله للناس وأنا مش بستنفع بالرأي. الحوارين دول حوار منهم بيبني إنسان، بيخليه دايماً عنده قدرة على التراجع لما بيغلط. في ناس اللغات عندهم إنك تعمل لغة الحب عندهم إيه؟ إنك تقول لي كلمة حلوة وان انا اثبت لك حاجه وهي اصلا غلط. عشان بالقضاض تعرف الاشياء، فهو علشان تعرف اهميه النور وتعرف اهميه النهار كان لازم يبقى فيه. برنامج المكتبة مع نخبة من القراء والمثقفين الشباب يأتيكم بإذن الله يوميا عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.